لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت: الهيئة: العراق في ظل انتفاضة تشرين يعيش واقعا استشرفته الهيئة قبل 10 سنوات. في صحيفة اندبندنت عربية: مقتل 4 متظاهرين برصاص قوات الأمن في الناصرية، ومواجهات وحالات اختناق في بغداد. في العربي الجديد: تظاهرات العراق 319 قتيلا و 15,000 مصاب وسط تزايد أعداد المحتجين. في الزمان: الرصاص في فض احتجاجات ساحة الخلاني، وميليشيات البصرة تتوعد المتظاهرين بالتصفية. في صحيفة الشرق الأوسط: تبرؤ جماعي من اتفاق فض احتجاجات العراق، المرجعية والصدر ضد استخدام القوة. في القدس العربي: واشنطن تحض على إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المحتجين. وفي صحيفة البصائر: منظمة العفو الدولية: الإصلاحات الحكومية في العراق فارغة. السلام عليكم. وأخيرا، حصلت الجريمة الموعودة بأمر الباب العالي في طهران وبرصاص إيراني خالص، وتم إعلان الحرب الحقيقية ضد جماهير العراق المسالمة التي لم تطلب غير العدالة والخبز والكرامة ورحيل الغزاة. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إنه رغم نفي المرجعية ضلوعها في الاتفاق الذي فرضه قاسم سليماني على الحكومة والميليشيات، إلا أنها بسكوتها عن إراقة دماء شباب الانتفاضة وضعت نفسها في موضع الشك والريبة لدى الملايين من أبناء طائفتها. رغم أن السيستاني في خطاب الجمعة الأخير حمل قوات الحكومة مسؤولية تأمين الاحتجاجات والحفاظ على السلمية وحثها على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت، إلا أن ملثمي قاسم سليماني وفالح الفياض وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وعادل عبد المهدي واصلوا حملات القتل العمد والاعتقال وملاحقة النشطاء وكأن شيئاً لم يكن. واضح أن سبب هذا التجاهل والاستخفاف من قبل أولاد المرجعية المدللين هو أن السيستاني لم يصدر فتوى صريحة بتحريم قتل المتظاهرين، ولم يصدر أمراً حازماً حاسماً باستجابة الحكومة لمطالبهم في مهلة محددة. ثم إنه، وهذا هو الأهم، تحدث في خطابه ذاك عن التدخل الخارجي، قائلاً إن هناك أطرافاً وجهات خارجية وداخلية كان لها دور فيما أصاب العراق من أذى وقمع وتنكيل، وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الجماهيرية الجارية لتنفيذ مآربها. ولا يمكن بأي حال من الأحوال المقارنة بين تدخل أي دولة خارجية مهما بالغنا في تقدير حجم تدخلها وقوة تأثيرها في مجرى الأحداث العراقية وبين ما فعله ويفعله الإيرانيون بالشعب العراقي كله، وخاصة بأبناء الطائفة التي زعموا بأن احتلالهم للعراق جاء لرفع المظلومية عنها، وهم كاذبون ومراوغون وخادعون. الكاتب يقول إن قاسم سليماني وعبيده العراقيين الأغبياء يتوهمون أن وأد انتفاضة تشرين سيكون النهاية، فقد أسقطت ثورة تشرين شرعيتهم جميعا وصوتت ضد وجودهم، وستخرج من جديد أقوى وأعم، وستقتلع جذورهم ولو بعد حين. تساءل صحيفة اندبندنت عربية عما إذا كان المرجع الديني علي السيستاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد تخليا عن التظاهرات العراقية التي تواجه قمعاً حكومياً واسعاً. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن قوات الأمن تحاصر المتظاهرين داخل ساحة التحرير في موازاة حرب معلومات بين الإعلام الرسمي الذي يروج أخباراً عن انحسار الحراك الشعبي ومنصات التواصل الاجتماعي التي تساند المتظاهرين وتؤكد ثباتهم.
الصحيفة تنقل عن المتظاهرين قولهم إن القوات العراقية واصلت عملياتها في محيط ساحة التحرير واستخدمت الرصاص لدفعهم إلى الساحة وربما محاصرتهم فيها بهدف إعادة فتح جميع الطرقات والجسور المحيطة بها، فيما أعلن نشطاء أن ما حدث يرقى إلى أن يوصف بالمجزرة. وذكر التقرير أن النشطاء استخدموا فجر يوم الأحد منصاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي لطلب الدعم من السكان، وكذبوا معلومات الحكومة عن إعادة فتح جسر السنك القريب من ساحة التحرير، وقالوا إنهم مرابطون في ساحة الخلاني المجاورة للموقع الذي يتجمعون فيه. ويقول التقرير إنه عندما كانت ساحة التحرير تتعرض لضغط أمني كبير وتطارد قوات مكافحة الشغب المحتجين في أزقة شارع الرشيد لإبعادهم عن ساحة الخلاني وجسر السنك، سأل متظاهرون أين المرجعية؟ في إشارة إلى المرجع علي السيستاني، كما سألوا عن حقيقة التعهدات التي قطعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على نفسه عندما أعلن الشهر الماضي أنه سيتدخل شخصياً إذا تعرض أي محتج للاعتداء. ويشير التقرير إلى أن المتظاهرين تلمسوا بوادر خيبة من موقف السيستاني يوم الجمعة عندما حاول أن يمسك العصا من المنتصف ويساوي بين المحتجين وقوات الأمن في الدعوة إلى التهدئة. وتنقل الصحيفة عن عضو البرلمان السابق حيدر الملا إن المرجعية مقتنعة بأن التظاهرات دخل عليها عامل خارجي يمكن أن يقود البلد إلى المجهول، وأعطت العذر لمقتدى الصدر في تحول موقفه المطالب بإقالة عبد المهدي. من الواضح أن القوى السياسية والميليشيات المسلحة المسيطرة على القرار الرسمي العراقي قد اختارت بشكل قاطع عدم التمعن في معطيات الاحتجاج العراقي الصاعق ونتائجه، وعدم بحث خيارات مختلفة بخصوص طرق التعاطي معه. مشرق عباس يرى في موقع الحرة أن تلك القوى والميليشيات اختارت بدلا من ذلك الطريق السهل في فض الاعتصامات ومنع التظاهرات، ومن ثم العمل على تصفية من يعتقد أنهم الأكثر نشاطا في انتفاضة تشرين العراقية. ليس بالأمر الجديد أن يحاول الزعماء وأنفسهم الذين رعوا مهرجان الفساد والرثاثة والعتة السياسي منذ سنوات تجاوز البديهيات في فهم الحراك الشعبي والقفز على مفهوم الانتصار على الشعب نفسه باستخدام أدوات القمع التقليدية في مواجهة التظاهرات، وتنفيذ أعمال خطف واعتقالات والتهديد باستخدام النظام القضائي المثير للشكوك لتلفيق التهم للمعارضين. الأدهى أن النظام نفسه يحاول الإيحاء بتلقيه دعماً إقليمياً ودولياً غير محدود لتنفيذ خطط تصفية الاحتجاج، ومن ثم اقتلاع جذوره ومنع تفجره في مراحل لاحقة. كما يمكن الجزم بنوع من الكوميديا السوداء بأن القوى السياسية المتورطة بالفساد وتقاسم مقدرات البلد نجحت في تحقيق بعض المكاسب من الاحتجاجات التي خرجت ضدها، فمررت صفقات ما كانت ستنجح في تمريرها لولا أنها ألغت بشكل مستعجل وتحت ظلال الاستجابة لمطالب المتظاهرين صلاحية مجالس المحافظات الحالية. عن ما يتم الحديث عنه حول الاستجابة لمطالب المتظاهرين، كان في واقع الحال استجابة إلى متطلبات المحاصصة التي خرج الناس ضدها، فيما رفضت القوى الرئيسية التعاطي مع مطالب جوهرية مثل التأسيس لقانون انتخابي عادل وإجراء انتخابات مبكرة ومفوضية مستقلة ونظام محاسبة حقيقي لمن تورط بدماء المحتجين. الكاتب يرى أن طريقة التعاطي العنيفة مع تظاهرات تشرين لن تنهي الانتفاضة، وإنما ستفتح احتمالاتها المستقبلية على خيارات أكثر عنفا وأكثر خطورة، كما أن الإبقاء على آليات حل الأزمة قيد التعطيل والتعاطي معها بيد حكومة مشغولة بخرافة الانقلاب عليها، ومجموعات مسلحة تحاول استغلال الاحتجاج للاستيلاء على القرار الأمني الرسمي لصالحها، وقوى سياسية تتآمر
لنيل المكاسب والمناصب من آلام المتظاهرين وتضحياتهم هي وصفة خراب إضافية لبلد ابتلي بنقص حكمة حكامه. لم يترك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته أمام الشعب العراقي سوى مواصلة الثورة الشعبية حتى تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها إسقاط النظام ومحاكمة الفاسدين والمجرمين. فبدلا من الاستجابة لأي مطلب متواضع من مطالب الثوار، وجه كما فعل أسلافه خطابات مهينة وتهما باطلة لينتهي إلى استخدام القوة العسكرية وقتل مئات الثوار وجرح أكثر من 10,000. هذا ما أشار إليه عون القلمشي في مقاله بصحيفة العربي الجديد. استهتار هذه الطغمة الفاسدة بالناس وبهذه الأساليب الفجة والعنجهية والقتل من دون رحمة عوامل ولدت قناعة راسخة لدى العراقيين بأن تحقيق الإصلاحات لا يتحقق عبر هذه الحكومة وبرلمانها المزور، ولا عبر دستورها الملغوم أو قضائها المرتشي والمسيس، ولا عبر المرجعيات الدينية المتسترة على الفساد والفاسدين. الأمر الذي منح الثورة مشروعيتها ودفع كل فئات الشعب للاشتراك فيها والانضواء تحت لوائها ووسع من حجم الدعم والإسناد لها والالتفاف حول أهدافها التي تلبي طموحات العراقيين كافة، بل رفض الثوار جميع المقولات البائسة التي روجها أتباع الحكومة لتشجيع الثوار على قبول أنصاف الحلول. إن الثورة العراقية واعية تماماً لطبيعة الصراع وتتبع مجراه الرئيسي المؤدي إلى طرد إيران وكل محتل أجنبي من العراق. الثورة العراقية قد استوفت مستلزمات الانتصار النهائي وشروطه، وفرضت وتفرض جهودها ووجودها في جميع الساحات العامة، في مقدمتها ساحة التحرير في بغداد، ومرورا بتعاظم الحشود الشعبية مع مرور الأيام، وانتهاء بانضمام جميع النقابات المهنية من محامين ومهندسين وأطباء وعمال وغيرهم إلى الثورة العملاقة، ناهيك عن انضمام نساء العراق وطالبات المدارس اللواتي أبلين بلاء حسنا في الدفاع عن الثورة وعن أبنائها الأبطال. ويختتم الكاتب بالقول إن المرحلة الراهنة التي تمر بها الثورة العراقية تمثل المشهد الأخير من سقوط حكومة عادل عبد المهدي ومجلسه النيابي وميليشياته المسلحة وكل أتباع الحكومة ومرتزقتها وأقلامها المأجورة. سلطت صحيفة الاندبندنت البريطانية الضوء على محاولات الميليشيات المدعومة إيرانياً السيطرة على المظاهرات في العراق، وقالت الصحيفة في مقال للكاتب باتريك كوبرن بعنوان كيف تسيطر الميليشيات المدعومة إيرانياً على العراق، طهران لديها دوماً خطة، وقالت إن الميليشيات المدعومة من إيران تطلق الرصاص على المحتجين لمحاولة إبعادهم عن قلب العاصمة بغداد وإنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ 6 أسابيع، وتشكل تحدياً غير مسبوق للنظام السياسي القائم في البلاد منذ عام 2003. الكاتب يقول إن المظاهرات هي أكبر أزمة تواجهها النخبة السياسية في العراق منذ اجتياح تنظيم الدولة لأجزاء كبيرة من البلاد والسيطرة عليها. ويوضح كوبرن أن التهديد للنظام السياسي القائم في العراق من المظاهرات أقوى من تهديد تنظيم الدولة، لأن التنظيم كان يشكل تهديداً خاصاً للشيعة الذين لم يجدوا مفراً من مساندة جهود النخبة السياسية الرامية للتصدي للتنظيم بغض النظر عن مدى كفاءتهم أو نزاهتهم. أما هذه المرة فالمعادلة مختلفة. ويقول الكاتب إن المذابح التي تجري في العراق للمتظاهرين مشابهة للتكتيكات التي استخدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2013 لسحق المظاهرات المناهضة لانقلابه العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة. ويقارن كوبرن
بين أسلوب التصدي للمتظاهرين العراقيين الآن والأسلوب المختلف لمواجهتهم عندما اجتاحوا المنطقة الخضراء عام 2016 أو مظاهرات البصرة عام 2018 والتي لم تستخدم فيها الحكومة هذا القدر من القوة لفض المظاهرات. ويعتبر كوبرين أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ومنظر السياسة الإقليمية لإيران على حد وصفه هو من يقود جهود التصدي للمظاهرات هذه المرة عبر الاستخدام المفرط والممنهج للقوة. ويقول الكاتب إن النخبة السياسية في العراق قررت التصدي للمظاهرات بكل الطرق الممكنة للحفاظ على مصالحها، مشيرا إلى أن استمرار المظاهرات في الشوارع العراقية حتى الآن يجعل كل شيء ممكن في ظل وجود هذا النظام السياسي الفاسد والحكومة الفاشلة. مع حلول الذكرى 30 لإسقاط جدار برلين في ألمانيا، تساءل غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط: هل ينذر تدفق الشبان العراقيين إلى الساحات بسقوط جدار الفساد والدولة المتصدعة والزمن الطائفي الذي كاد يقتل العراقيين ومعهم العراق؟ وهل ينذر تدفق الشبان اللبنانيين إلى الساحات والشوارع بسقوط جدار الفساد والدولة المتصدعة وخيمة الطوائف التي كادت تقتل اللبنانيين ومعهم روح لبنان؟ أبحرنا طويلا في اليأس، قتلنا الانتظار المديد، ثم خيبتنا انهيارات الربيع العربي، وأخافتنا قدرة الأنظمة على الترويع وتغيير مسارات الحركات وإغراقها في الدم والإرهاب. لكننا نكاد نشهد اليوم ولادة عربي جديد لا يريد الانتصار على الطائفة الأخرى ولا المذهب الآخر، يريد تعليماً يفتح أمامه فرص العمل والتقدم والإبداع، يريد شرطياً يعمل تحت سقف القانون ومحكمة لا يزجرها مدير المخابرات، يريد دولة طبيعية وعصرية لا تعيش دائماً على شفير حرب أهلية ولا تنجب اليائسين والانتحاريين والأحزمة الناسفة. العربي هنا وهناك يريد دولة الشرفات لا دولة الجدران. ما يجري في العراق ولبنان يستحق التوقف عنده من قبل الجميع. لا يمكن اعتقال نهر التاريخ مهما بلغت القدرة على تشييد السدود والجدران. على السلطات العراقية أن تقرأ وتسمع وتستنتج. الأمر نفسه بالنسبة إلى السلطات اللبنانية، ولأن الخيط الإيراني حاضر بقوة في العاصمتين وتستندان إليه في مقاومة رياح التغيير، فإن على إيران نفسها أن تقرأ وتستمع وتستنتج. اتهام المحتجين في العراق ولبنان بتلقي الأموال والأوامر من السفارات لغة لا تحل مشكلة المتهم ولا المتهم. الكاتب يقول إن شباناً أبرياء بهواتف ذكية ومخيلات غنية وإيرادات صافية يسقطون الجدران، من لا يستمع إليهم يقف في المعسكر الذي سيسمى عاجلاً أو آجلاً معسكر الخاسرين. لا يحق لإيران أن تكون الجدار الذي يمنع التغيير في العراق ولبنان. ابتكر المحتجون في المدن العراقية طرق عديدة للتواصل خلال التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية لتجاوز مشكلات قطع خدمات الإنترنت والتشويش على الاتصالات الهاتفية من قبل الحكومة. وأشار صحيفة العربي الجديد إلى أن المحتجين بدأوا باستخدام الأبواق منذ قررت الحكومة قطع الإنترنت عن معظم مدن البلاد، وقامت بالتشويش على الاتصالات الهاتفية لتحجيم التواصل بين الناشطين. وقال الناشط نبيل عباس إنهم ابتكروا طرق تواصل مختلفة ومنها الأبواق الهوائية التي يستخدمها مشجعو كرة القدم، حيث باتت أصوات الأبواق وسيلة لإعلان انطلاق تظاهرة في مكان ما أو الحشد للتظاهر وتعريف المواطنين بوجود احتجاجات في الشوارع أو التحذير من خطر قادم خلال التظاهرة. وسخر متظاهرون وناشطون من قرارات الحكومة التي اضطرت العراقيين لاستخدام وسائل بدائية للإبقاء على ديمومة احتجاجاتهم، معتبرين أنها تحاول إعادة البلاد إلى عصر ما قبل وسائل التواصل.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.